الحمد لله على السلامة طبعا في الأول، وطمنا بقى. يعني أنا عارف إنك كنت بتعدي بحالة نفسية سيئة، وكنت في عمرة وكان معاك مجموعة كبيرة من النادي الأهلي، وحتى بعد ما رجعت كان ليك حديث قلت لي الوضع أصعب مما تتخيل وكله بيحاول يطلع من حالته النفسية. قول لنا بقى إيه الجديد؟ والله شيف، أنت عارف حالنا كحالة مصري بيحب بلده وبيخاف على يعني على يعني عايز أقول الدفعة دفعة قوية اللي كنا فيها في الفترة الأخيرة، وكل بالأمان والاطمئنان، لكن جت يعني الصورة صعبة شوية للاعيبة الأهلي وجماهير النادي الأهلي والحالة اللي حصلت. مش عايز أتكلم على مباراة الأهلي والمصري تاني، لكن عايز أقول إن كان في حالة حزن ما بين لاعيبة الأهلي من استمرار الدوري العام، من استمرار بلعب الكورة. ده كان رد فعل طبيعي في وقت الأحداث اللي حصلت، وحاول بعض اللعيبة إن هم يخرجوا من الحالة النفسية السيئة اللي كانت. هم البعض سافر رحلات ترفيهية، والبعض الثاني يعني حاول يروح الأماكن المقدسة بحيث إن هو يعني للاطمئنان، يعني إن قلبهم يطمئنوا وياخدوا جرعة جديدة يستمروا فيها في اللي جاية. كان يعني أنت عارف في الفترة الأخيرة كان موجود معانا في مكة والمدينة أحمد فتحي وسيد معوض ومحمد شوقي وائل جمعة وأحمد شديد، ويمكن امبارح يمكن دي لقطات لمحمد شوقي في الحرم وهو في لبس الإحرام. يعني كان جو جميل جدا، وكان اللعيبة قعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض. وعايز أقول إن لا غنى من لعيبة النادي الأهلي في منتخب مصر، وده اللي أكيد برضه حسني عبد ربه. يعني في حالة التفاف اللعيبة ما بين بعضهم، إيه الفترة الجاية؟ إحنا ناويين على إيه الفترة الجاية؟ وعارف الكلام ده لما يكون في أماكن زي المدينة المنورة اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، في مكة المكرمة بعد أداء العمرة، فأكيد كان الشعور مختلف والانطباعات مختلفة. عايز أقول إن الناس كلها فاكرة إن أحمد فتحي بيدلي بشهادته في النيابة النهاردة. أحمد فتحي هيوصل النهاردة من الأراضي المقدسة مع سيد معوض، وبعد ساعتين ثلاثة هيوصل محمد شوقي. أكيد وصل محمد شوقي من ساعتين ثلاثة، واخد بالك؟ وائل جمعة، أحمد شديد ناوي يمكن راحوا المدينة ورجعوا تاني. أحمد حسن كان واخد استأذن من كابتن حسن شحاتة وطلع أيضا لقضاء مناسك العمرة. لعيبة كتير جدا مش عايز أنسى حد موجودين، لكن كان في جلسة خاصة ما بينه وما بين سيد معوض وأحمد فتحي ومحمد شوقي. يعني اللعيبة لازم يرجعوا للتمرين، لازم العجلة تستمر، لازم يعني الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا، فترة محتاجة ان اللعيبة يبقى في التفاف مع بعض، لان انا قلت لهم حتى انتوا اللي بايديكوا اللي هتبتدوا المشوار ده. يعني الموضوع دلوقتي في ايد لعيبة النادي الاهلي بالاخص. بس مهيب بمنتهى الصراحة، احنا سمعنا من فترة كان في تصريحات وقالوا ان هي لربما تكون تصريحات انفعالية من بعض لعيبة النادي الاهلي. في ناس قالت احنا مش لاعبين كورة تاني، طبعا في ناس سنها صغير معنى كده انها ممكن تلعب بره في اوروبا وتحترف، وفي ناس معنى كلمه مش لاعبين تاني يعني اعتزال. هل الكلام ده كله اتغير؟ يعني هل حصل معالجه للكلام ده، ولا في لعيبه لسه ثابتين عند موقفهم؟ لا بص، خلينا كده، ما عمر ما يكون موقف اللعيبه كلها زي بعض. يعني في لعيبه طلعت صرحت وقالت انا مش هنلعب الا لما نجيب حق الناس، وطلعوا مثلا رحلات ترفيهيه. فالوضع مختلف ما بين اللعيبه وما بين بعض، وده اللي واصل دلوقتي. يعني دلوقتي في لعيبه يقول لك الله، ده اللعيب ده كان معايا وبيقول ده انا مش هلعب كوره تاني، ايه ده هو راح في يعني حتى في انقسام ما بين اللعيبه وما بين بعض. بعض اللعيبه قالت لك لا انا مش عايز العب كوره في مصر، انا عايز اروح اي حته العب كوره بس ما العبش كوره في مصر. موضوع حسني عبد ربه يمكن جه مره واحده، ان هو الراجل هو اتوفق في اخر، كان قبل فتره القيد بيوم تم الاتفاق بينه وبين اتحاد جده. عايزين نلم المواضيع، نلم الكوره المصريه. حرام يعني في الناس اللي هناك في الاماكن المقدسه، الجمهور قلقان، كل الناس بتقول لك يا جماعه ارجعوا، عايزين نتفرج على كوره، عايزين نتفرج على كوره محترمه، عايزين نتفرج على تشجيع محترم. ما ينفعش منتخب مصر ما كانش موجود في كاس الامم الافريقيه. لكن عايز اقول لك ان في هدوء دلوقتي ما بين اللعيبه، في كله بيفكر، في ناس وزنها زاد، في ناس خلاص يعني بقالهم كتير، بقالهم اسبوعين ما بيلمسوش كوره،
فالكلام ده غير صحي بالمره، لكن اعتقد ان النفوس هديت، ان الاجواء اللي عاشها لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الموجود في الاماكن المقدسه الاجواء هاديه جدا، والحمد لله ربنا يكرم الفتره الجايه. واعتقد يعني في كلام في الكواليس انا ما بحبش اتكلم فيه قوي، ما بحبش اتكلم في جلسات خاصه كنا قاعدينها بنتكلم فيها واطلع يعني انت فاهم انشره، هتبقى صفقه لينا وانفراد لينا، لكن انا مش حابب الكلام ده. لا طبعا دي حاجه محترمه جدا. انا مش حابب ان احنا يعني، لكن عايز اقول مهم، عايز اسالك انا بقى على المستوى الشخصي، انت حضرت 3 بطولات كاس امم، حضرت افراح كتير قوي لمصر، بس عمرك ما حضرت الاحزان اللي احنا بنعدي بيها، احساسك من جواك ان احنا هنقدر نعدي المحنه دي، هنقدر نعدي ونروح ان شاء الله باذن الله ونرجع تاني زي زمان؟ هو يعني ربنا كده يكرمنا وتبقى بعد المحنه منحه، يعني دايما كده مش هتفضل في افراح ولا تفضل في حاجات حلوه على طول، لازم تعدي كبوات ولازم يبقى في اختبارات، ممكن يكون بيحصل ده اختبار لينا كلنا على مستوى الاعلام، على مستوى اللعيبه، على مستوى الانديه، على مستوى اتحاد الكوره، لازم يبقى في وقفه مع النفس مع كل الاطراف، لان احنا منظومه واحده، اعلام ورياضه ولعيبه وحكام ومسؤولين واداريين، يعني الناس بس في يعني فرصه كده لالتقاط الانفاس، وكل واحد يعرف مكانه ايه ويقدر يدي ايه، لان الموضوع خرج عن السيطره، فيا رب المواضيع ترجع تاني وتهدى تاني، والنادي الاهلي ان شاء الله بكره عنده تدريب الساعه 9 صباحا، واللعيبه كلها ترجع تاني، وبلاش بلاش الناس ايه اللي الناس اللي بتقول لك لا مش هنلعب، لا يعني النائب العام ياخد اجراءاته ويتخذ اجراءاته، لكن لازم اللعيبه ترجع تمارس كره القدم، لان هي دي راس مالها، وهي دي الحاجه اللي بتفرح الشعب المصري، ان احنا تواجدنا في البطولات، والمنتخب المصري التجمع بتاعه ان شاء الله يبقى على اتم وجه، المنتخب الاولمبي عنده في شهر 6 الاولمبيات، يعني اعتقد ان احنا لازم العجله تستمر والحياه تمشي من جديد، وان شاء الله ربنا يكرم، وانا متفائل بشكل كبير جدا من حاله لعيبه النادي الاهلي، اللي اعتقد ان هم في حاله نفسيه دلوقتي كبيره جدا وجميله جدا بعد فتره الراحه اللي خدوها. زميل مهيب عبد الهادي بشكرك، وعمره مقبوله ان شاء الله باذن الله، ويا رب يا رب يعني الناس تسمعنا وتسمعك. شكرا مهيب عبد الهادي مدير